أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز تاريخ 2/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الذهب. من الناحية الإخبارية على الجهة الاقتصادية، ليس هناك أي أرقام اقتصادية من الممكن أن تؤثر على حركة الذهب اليوم. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات السلبية حاليا للذهب وثباته أقل من المستوى 1521، وهو ما يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 1515. كسر مستوى 1513 يعزز أيضا النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 1509 تقريبا. كسر مستوى 1522 هو ما يغير أي نظرة سلبية ويحول النظرة إلى إيجابية للذهب لوصول الأسعار إلى مستويات 1525، وكسر مستوى 1527 يعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 1531. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.